رمضان ما هي ايام وكيل ايام خاطيها الملاغة والكلام الملاوط اللي ما عنده بو وما ليه قود وقال لي نقول ليك ودصارة ايام ما تقبل فقعة وفم مترع على خيب القوان وعينين طاجة ومعيار ما يراعي حشمة ما يدير بحساب من عيال عمر يفرق ما تلم ويكتر البسالة ايام عزيزة عند الله ارفع شانها من هداه نال رضاه اغنم وفاز ما يرضى بخسارة ايام حالها وحدو ما يشبه الحوال رحمة ومغفرة واعتق من النار يا العارف سرها لا تعنى بردالة يا الرايد يفوز بالفضايل شمر على كتافك ويكون تشمار من جوج من المروة ومحبة الخير تلقى تيسير وما تلوطك علالة سبح وهلل وكبر وقرأ القرآن تقل ميزان جودك ولا تعيا من دعاء يحفظك مولاك وينجيك يوم السوالة هو رمضان زين الأيام خيره كتير من عرف قدره ورهبته يدير لفمه الجام ويوزن كلامه يدير التاويل عفطاته يدي الخبيزة بكمالة جاي من بعيد برهبته وخيراته برزقه وبصوابه مولاه زين حاله رادو تاج للشهور شانو علاه فيه شياطن الجن ولينز يتحد باسهم يقل سمهم من طامع في الخير يلقاه الخير يترع بابه تطرش قفوله من معني بالشر يسرق لساني يدخل الجواه لازم يكمي غيضه يبح حلقه يغطي للشر عراه يوقف حقره يفك الجره يفسخ جلده هواسه يقيله لاش معني بخزيه موتر رجاه لو جيبه ما تعاود لي ما زك حسابه يتعزف حياته يدوم شقاه اشهر عيبه بعيد ومحاسنه شله من شره فات الحد باب الرحمة محلول سعدات من فاز ونال رضاه يا لمود الرزق وفلان لو مالي والمطلس شواربه بقطران الدخان وبحاله ما داري لو جيبه جات وقف حريقة في الدات كمي غيضك وسرج مسجون عياه عناه فاقد مولاك وحدو عارف كيتك فيه تزاوق يطبك في الغيب لا تفرط في دواه يا التايه فعوال مرايرها مسدودة ويا المبري على فرحة قصيفة فرحة رمضان تبرد ضيمك وتكسيك برشوق ما يعرف سره غير من خالقه هداه هذا كلام مزرد هذا كلام أستاذ وازري حمد الوليد اسمك الله المختار من بن بو عزة بن بو عزة بن من بن عبد القادر بن عبد القادر بن من ما عرفتش تما وقفتي اش من دوار توما ولاد شميشة واخا شكون قرانك الولي قالوا بقات واحد 12 خلق 12 اللي بقات بيك انت ولا كاينين 12 لا غيري شنو ما جيران ولاد شميشة شكون اللي من رواشد زيد اللي يسر ولاد دحو زيد غروب الحلاليف وتا ولاد شميشة حلاليف نيت شحال بعيد دابا سيد المطاش بعيد من البوسط ب 21 كيلومتر زيد وشحال بعيد الخريبقة 70 إيه. شنو ما السواق اللي كتسوقوا دابا نتوما الخميس ديال سيد البطاش والسبت ديال بير النصر وشكون اخر وتلالق بينا الحال حنا في حد الغوالم تا هو مشيو ليه وسبت الحلاليف ولكن السوق الدرني سيدي بطاش السوق الاول هو سيد البطاش هو سيدي بطاش هو بيعنا وشرينا الخميس تمشيو لي على البهايم ولا على المركوب زمان كنا نمشيو على البهايم اليوم ولا الحديد واخا زمان بكري شاكتو معاش تخرجوا باش توصلوا للسوق كنخرجوا مع الوحده مع الجوج ديال الصباح اييه علاش راكب لا مضغار يا اللي على حمارو يا اللي على بغلو يا كثره الناس على رجليهم وانت كنتي مع اصحاب الرجليه انا اصحاب الرجليه انا مع اصحاب وشحال دير تاع الوقت الصحه كاينه كندير ربعه السوايع ما كاينه القدميه انا ناكل مزيان من السوق
صافي ما بقاش نتسنى للطريق. تعرق وطيح ما وي على الفتحه. شحال الوليد واش فايت ماشي لتمارع على رجلك؟ اصدرت من هنايا مع تقريب 8 الصباح. الصباح زيد ورحت مع المغرب للدار الحمراء. في كاين الدار الحمراء؟ اسلام قرب بوق نادل يزيد دار السلام اللي دار بيضاء. عمركم جيتي على رجلك؟ لا. وهاد الخميسات ماشي على رجلك؟ خميسات آه. لا 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 ما عرفتش الطريق وما نمشي لا على رجلي نمشي لا. وخويا بقى ماشي على رجلك؟ لا ماشي من واد زم المحاليل هنا. جاي من واد زم لهنا؟ من واد زم لهنا. كاينه الطريق صحيح؟ كاينه الطريق. ظلي جاي وتقريب بد جاي طلع النهار هنا في المحل. والوحشيه ما تخاف منها؟ ما لا والو ما نخافش. تعلب ديب؟ لا والو والو ما تخاف من داكشي؟ لا والو ما نخافش والو. لا والو الوحوش كيسولوا اين الحمل اللي زي القواله المليح. الوحوش كيسولوا شنو هو الحمل الجيد؟ ايه زيد جاوا في القنفود قال ما ودي الحم في العجول. اللحم كاين في العجول؟ اللحم الزين في العجول زين وفي الحجول. وفي الحجول والبنا لا يشكر حد راسه هو بن منهم كاملين لذيذ هو هذا القنفود هو البنين. القنفود هو البنين عمرنا دقنا صحيح. عبد القادر كيفاش القضيه ديال النهار كانت الحرنه وانتم صايمين؟ كان الشرقي الشوم وبلادهم صايم مشينا للسوق والبرد يجي حامي طيب طيب. واحد السيد جارنا عنده داير خضره داير البطيخ عنده البحيره وشاطف لي هذيك الخضره السوق حامي بزاف ما باع ما شرى. ركبنا في البيكوب وكان طريق بيس تاع الغبراق ولاقينا البرد حامي تخنقتو تخنقنا. والسيد يفتح البطيخه والبطيخه تعطي الريحه. ملي كيعرفنا شمينا الريحه يقول لنا اش الصهد اش الصهد وراك ياكل بصحنيت بصحني على ابد على ابد. وين البطيخه فضحاته بالريحه البطيخه علاش كيقولوا الرما ما دام نقومان خارطه رمضان؟ تمام مبين المعنى زيد. هي هذيك جينا لحقنا لواحد البوسط انا وتمحلنا بزاف وفطروا الناس وفطرتي؟ لا ما فطرت والو والو والو. شنو وقت هذا الشيء؟ وهذا راه في 80 هسي 83 ولا لا اش من وقت ديال النهار؟ راه ما فطرتش خلاص هما كانت ديك الزوج ولا ثلاثه ولا زيد. هكذا انا روح الواد مع الربعه سطوح القلده وتخشيت في القلده بقى يبان على الراس من الربعه وانا في القلده وكان ركل في الفقرون. الفقرون كيعضني وانا ركل في الفقرون حتى وزن الوزان اربعه السوايع كلهم دوزتهم في وسط الماء باش ما نفطرش وما فطرت. قلت لي بقيتي حتى العشاء؟ قال لا بقيت حتى الاذان تاع المغرب تود الودان. عاد واحد السيد عوت عليا عاود شربت الماء من هذاك الواد وذاك الماء ضرني رديتو وعاد طلعت وعاد فطرت. هذه دايزه في راسي العذاب صحيح العذاب ما كاينش بحال. شكون اللي كيتمحن عبد القادر في الصيام؟ كيتمحنوا الناس اللي عندهم تعب الخدمه. شكون هادو؟ اللي كيتعبوا بحال الفلاحه وبحال البياع وشرايا كيبعد من محلو. ملي كيبعد من محلو ما كيبقى ليه ما يدير والو وكيحصل فيه دو السلعه ولا حاجه خاصو يتعاقر معاه باش يلحقها كيعود عدو تعب. والفلاحة اللي كيهجروه حصاده يعني ضروري يخرطوا رمضان كيصوم غير واحد في المئة وصافي. ولكن كانوا الناس ما يشدوش الحصادين اللي ما كانوش فاطرين. اي ولكن اللي راه كاين اللي ما تيبغيش يفطر. كاين اللي ما تيبغيش يفطر ولكن اللي كيخاف الله ما يفطرش. ما يفطرش ولكن كيتمحن. واللي فطروا رمضان معروفين واللي ما يفطروش معروفين. كيفاش القضيه ديال هذاك اللي بغى يعرف شنو النفار عمره ما عرف النفار؟ هذاك واحد السيد مشى عند واحد عمو في المدينه وكيسمع هو النفار ما كيعرفش هو النفار شنو هو واش هو شنو بشر واش ما عرفش هو قاعد هذا النفار كسمع النفار ما قد يسولهم. قال حشم قال ودي الليله نعرف النفار الليله نشوفه الليله نعرفه بات كاع الليل يخمم وقع في النفار. جاء النفار مع السروات طيط دق الباب وزاد خلي جوا تبعوا للزنقه باش يعرف النفار شنو هو. هنا يسيب النفار هنا يسيب النفار بس بغى يولي للدار تلفها
خرج عليه النفار غايب شي وجه معزان غايب شي وجه معزان قتا وزن وزن مشى الجامع صلق وبقى بالك في الجامع تطلع النهار عاد بري على دار عمه بصحيح ما هو بسحور لا هو بسحور لا هو بالنفار تم النفار ما بشدوش كيفاش هذاك اللي كان الغيام عتا ودن هذا كان الغيم ورمضان وجا الغيم العشيه الحال قرب والظلام الظلمه هو كيوزن ديما مؤذين هو عدو حنا درت عثمن وتعلق فوق منه الله اكبر هود وهي تفرق الشمس حيدت الغيمه هو يولي فوق النادر وكيقول غلط 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 ولا عطار يا غلط غلط يا سلام حيت داير عيد كون منغاز كون كنتي تخلص كون راه ما تفوتش الليمون ريحه الدوار كيفاش هذاك اللي ما فراسوش نهار العيد ديال رمضان هذاك واحد خيي كان كيسرح عند شي ناس لهاد النواحي هي هنا هو كان بكيك شي لا اذاعه لا راديوات لا من يعطي الخبر بقيه واحد بالدوار بعيد لجات عليه رساله خاصهم يضربوا عليه 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر ديال بقيه يقرا المدني فطروا وهادو يبقاو بلاش اييه كان اللي كيفطر عليها يومين عادي يلحقوا العيد خبر العيد تجيو الناس اخرين يجوا يصوبوا بسبب الله بالكم في العيد كيصوبوا باقي صايمين ورا لي سيدي هذاك السيد سارح داك البقر فواحد العزيب كيجيبوا لي على المونه هما كيجيبوا لي المونه بنهار باش يتسحر ما كيسحبوه صايم هو ما جايب خبر وما عارف لا رمضان ولا خوه ما جايب حتى حاجه خبره هذاك نهار العيد جابوا لي خبز مبدل مسمان وحلوى ولا شداك حلقوا معاه حلقوا معاه قالوا تما شتا شي اليوم مبدل اشنو هذا قالوا راه اليوم العيد قالوا من عيد هذا قالوا رمضان والله ودي قال ما علمونا نسموها نهار ويومين مالكم تعديتوا علمونا علمونا قال ما نسموها نهار ويومين مالكم تعديتوا لينا وما هو لا تعدى على الخبز كملوا قبيله سي محمد قلت لي الصيام فيه ثلاثه حقاني ورباني ورعواني اي تمام الحقاني شنو هو اللي حق عليه رمضان راه صايم مسافق لا صلاه لا عباده لا والو صايم كذاب صافي 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 على الجوع ولا تش حق عليه وصافي صافي حق على الناس هما يقمطوا تمام خايف من الناس صافي صافي والرباني كيصوم لي وجه الله الكريم طاعة لله وكان صيام الرعواني أما هو الرعواني هو اللي كياكل ديال الناس إذا صايم وسرق ديال الناس يفطر به هذا صيام الرعواني صيام الرعواني هذاك هو صيام الرعواني سي محمد باش كنتو تعرفوا راه المغرب وقت رمضان دابا كانوا بكري ما كانش راديوات ما كانش الإذاعات ما كانش السوايع ما والو هذه بواحد الزمان قديم كاين شي حوايج عقلنا عليها كاين شي حوايج ما كنسمعو ما يعاودو عليها كيدخلو الخيمة كانو الخيام تيسيبو الدبان جوق على داك الحمار من الوسط دار كبا كيقول سافر المغرب هاديك هو المكانة كيدخلو الناس يبداو يفطرو كتبان الشمس كيكون الحال تاع غابية كيكون الغيم كيدخلو يفطرو كتبان الشمس حتى اش كدير اش كدير كيقول صافي فطرنا دابا تابا نعاودوه هما ما يعاودوه ما والو والو ما والو يعاودوا عليه سايقوك وا رمضان راه حنش عجاج اش كيقول لهم رمضان راه حنش راه عجاج عجاج حنش صافي تقول رمضان بحال حنش راه عجاج واسمع كبير شويه لا كبير تكبر من هذا كبار منه علاش عاقل انت بكري عقلت على البحر ملي كانوا يحفروا فيه بصح نيت ويلي باقي الماء كاع مكحي انا كذبت عليك لا عطيني عام تاع الخبز الله يعطيك عام تاع الخبز وانا انا رانا عاقل انا تعقل بزاف سمع مني كانت في السقف أيه ما قبل ما يطير نشروا لها الباش ملي الله يكرمك الله يكرمك كيفاش قلتي لي هذوك اللي بغاو يتعلموا الغيوان هذو واحد الناس واحد القبيله ما عندهمش الغيوان ما كيعرفينوش شنو وما فاهمينش ما فاهمينوش شنو كاع هما زين ها كيسموا حس الغيوان ناض واحد مقدم تاعهم هو العارف قال لهم هذا الغيوان غنقلب عليه ونشري به باش مكان ولا بدا نجيبه جا كيضرب طربان على الرجلين بلاصه لبلاصه واش هما رما ولا شنو وهم عبغي يتعلموا الغيوان زي باش يعودوا رما منهم زي تلحق لي كنا واحد ديال العلوة كنا واحد ديال بن حمد زي صاب واحد شي تمقيا سولو قالوا الله يرحم الوالدين ما تورينيش الغيوان من كيتباع قالوا عدي أنا نيت أنا اللي كنبيعه أي ردو بات عدو ويعمر لي واحد جلد بن حل الجلد هاي عمرو له بن حل
زيد وقال له تعال الغيوان صوب لي مزود ديال النحل. دار له تمام تخلص مع الدو قال له حط ودنك عليه وسمع كيقرقب وجد النحل كيزنزن قال له سمع الغيوان سمع ودي تسمط القنبل انا بيع له قال له سلعه مليحه قال له ما تحليش في الطريق ما والو تا توصل خشي راسك وحزمو عليك باش تستفد باش تدخل النغمه ديال الغيوان الراس زيد قد ما تسترتي قد ما مزيان زيد مشى ورجع صاب ديك القبيله مجدين ديالهم حسابو دايرين القيطون بانيين مجموعين كيتسناو في الغيوان يجيو كيتسناو باه معلال زيد تجب باه معلال جدي الغيوان قال لهم شتو قال ما راه بشرط غنشرط عليكم قالوا لي مرحبا قال لهم كيف درت ديرو باش تعلموا كل شيء ما بقاش انا نعلم بالواحد واخا راسو في داك الجلد هذاك هو باغي في الخدمه شرف عليه من البلاصه انحل ولا يضرب على الودنين زين دابا ناخر الغيوان بداو خدامين اش ولا هو كيقول ها ناري راه كيقتل تا هما كيقولوها واه ناري كيقرص تا هما كيقولوها واه ناري عيب الله كيلدغ فيا واه ناري كيبزل ساروا عليه تا وجهو تنفخ شتي شرح هو الله تما غتسقل لنا الروح مشات عبد الله زيد تا هما شرحوا كيتسناو تا ينوض لي انا هو قال لي ما نعطيكم التعليمات تصابوا الراجل غاب بزاف جا واحد يتفرج صاب الناس كاع ناعسين ما عرفاش وقع بدا يغوت قلبوا له بعلال صابوا بعلال مات حيدوا لي صابوا نحل ناض معاهم كلها فين صد قالوا لهم تعالوا ودي راه بعلال مات كعيط على ولدو ها احمد ها احمد قالوا نعم واش متي تا ولا بعلال ولا هو كيعيط عليه وشكون اللي مات قالوا واش متي تا ولا بعلال والله على المس وراه قالوا نعم هذاك وقيلت حتى لا دغك النحل لا وشكون يعرف لان لا دغني صغير فايت مشى نشطك ما مشى نشطي وراك منات استحنيت كنهضر معاك نفعك الدخان لا كاين لا دخان لا والو انا فاني عجر دخلت واحد الجلته ديال الماء صافي البت يا صعيب انت كتلعب ولا ما واخا كيفاش الوالده ديك القضيه ديال ديك الشجره ولات قابيه على الشفاره ما بقاوش يخونوا ما بقاش شي حاجه تخون من هذاك الدوار اللي شفر تمشي تبشر عليه كتبين فيه العلامه كيعيقوا به راه فلان اللي داك الحاج الفلانيه زيد كيفاش كديري هي توقف على عباد الله في الليل ولا في الليل كتوقف في المنام حاجتك راه دالك فلان هو اللي خونا لك زيد دعت الخوار دعت ولات هي اللي كتحكم في الشفاره زيد عاد جات لهم كي قلت لك وكيفاش القضيه ديال وكيفاش نهار السيد اللي تخونت لي البقره جاب لها ذوك المقضيات اللي كيجيبوا لها جاب الحنه زيد جاب التمر زيد جاب الحليب زيد جاب السكر زيد جاب الخبز حطهم الدواز ما جابوش زيد حطهم في هذيك الحويطه دائر بيها على الحجر لا بني لا قبة لا غادة لا جاية والو ونوبي لي على بقرتي حط لك شي ومشى زيد جا شي سارح ولا شنو كلا ديك البركة أكرم داك شي يسحبوها هي اللي كلات باش نعم عليه سيدي ربي يسحبوها هي اللي كتاكل داك شي في بال مراه هي اللي كتاكل مساكن الناس قلالين عرف زيد في الليل جا ليها الشفار زيد جمع الفاس والبالة والشاقور قال لا بخيتي تقولي قلعك بهاد الفاس ها البالة ونقطعك بهاد الشاقور الغد جاوها الناس بقرتنا ما قلتي شايلين عليها الشك في الليل مخطر ما وقفتي علينا في منام ما والو قالت لما ودي اخير الهدرة غاب الحق وغابوا ناسو غاب الحق وغابوا ناسو واللي دل بقرة جاني البارح مشى قروب فاسو يا الكرمة عيد الخبار أنا تقياد وبالجار خمريني كيف زار أنا تقياد وليام يا مقادلو يا صاحب الأنضام أم غمرت بيا ليام يا ولي جاب الزمام يرحل من الدنيا
قادلو يا صاحب الاشعار ربي والقهر يا بامر دفن العمار تموت من يحيى الكرمه مذكوره من بكري مشهوره طلق حيب خضوره قاد عجوبات باني ليا يا كونك ملتك وين ادلق حيب البوطين او خضره وخيالك زين يا كبرتي مرضيه أبزدي على الأشجار بالزيني والقدار بزدي على الأشجار بالزيني والقدار يا بزاو العين اللي بسار سبحان ياسين العطيه يا جيدي جيدي في ملق الوذان يكمل البلد البلد فال أمر من الرحمن وحدك في الرانية يا كنتيك العروسة أليس تخلق السوسة يا اليوم عتم قيوسة في شعبة مرمية يا اليوم عتي شدرة جنابك في الغبرة رشاك مول القدرة ما بقات لك سهمية قادلو يا طالب رحال ما بقى فسل املي وفالاجل ما بقى نشي طمعيا يوم اللي وفال عمار واليا انتي تقدر القادم الراس بانو بيهدر كل اولياء يوم نعود يا الصبيان استرح فيك العيان ايتلي وتحتك الرحمن سبحان العالم ما بيا قادلو بعد المكتوب كتاب الرعدة كانت سبب الامر مولا غلاب ربي يحكم عليا والثانية في النعاذ قالوا لي ابن تغبانت داز الحي اللي مال سبحان زل العطية مي مع ابي ارحمهم يا ربي نظرا في العربي الخاتم الانبياء يا ترحم المسلمين يا الشيخ جماعين نظرا في الناس.